هذا عمي درة ما درة، هاي ما مو اعتماد في البلد، عندنا كوسة صفرة، درة أحمر، درة هاي كلها ما زقرتها. اسمي ميرزا حسن منصور المزارع، والعمر مواليد 76 شهر 12. يعني ورفناها من الوالد، اشتغلنا اياه طول ما احنا في مدارس، عقب كبرنا شوي توفى الوالد، عقب توفى بعد انا عمري صغير، عمري 12 سنة لو 13 سنة. صاير لي اسمين، يعني فرضا في السوق دائما السوق المركزي دائما يسموني غرنابيت شهيد. خب رقم واحد اكثر شيء الصنف اللي يقبلون عليه في رمضان عندي الشيء اللي هو طماطه، الخيار، البوبر. من ساعه 2:30 عندي عامل مالي هناك ويا واحد بحريني موجود، من 2:30 هو موجود، بس انا اروح ساعة 4، اقعد 3:30 4 اروح، ان انا اخلص من السوق افتر عليها ارد اروح المزرعة، المزرعة انا افتر عليها، يعني لازم اباشر المزرعة، اباشر السوق، اباشر الاسواق، اباشر المزرعة. خزنوا ليكم، ترى مقبل شهر الله وشهر الله شهر الخير، قبل شهر الله السلعة لو مو منتاج المحلي موجود، أنا أقول لك ديك اليوم الكيلو الطماطم مو دينار ونص، 5 دنانير. فأنا أقول لهم أخذوا الحين رخيص، أنتم ما تدرون بعدين السوق تتغير. عزيزي بغيت تسوي بصمة في البلد وتعرفوا أنه اسمك باكر عقب عمر طويل رحنا، أنت وفرت شي لبلدك.